الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. عليه الصلاة والسلام. نصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنه بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وعليكم السلام. في البداية نشكر كل من هيئ هذه الجلسة الطيبة وهذه الفرصة السانحة لنلتقي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذه الكلمة أن نقول أن محمداً هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر يدخل بصميم عقيدتنا. فمن أركان الإيمان الإيمان بالرسل، ولا يكتمل هذا الإيمان بالرسل إلا بأن نؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولها من كلمة عظيمة، كلمة عظيمة المبنى وعظيمة المعنى. ونحن أقول أن هذه الجلسة هي حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء عندما جاء جبريل عليه السلام كان وحيدا وانفزع لأول وهلة، ولكن كل هذه السنون والظهور ماذا أوجدت؟ نحن الآن نعد مليارا ويناهز نصف المليار من المسلمين. هذه كلها حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي في خلال سنوات معدودة أخرج هذا الدين من شبه الجزيرة العربية التي هي إن صح التعبير كانت معزولة، كانت تعيش على هامش التاريخ. لماذا؟ لأن العالم حينئذ كان يتحكم فيه الروم والفرس، شأن عصرنا اليوم يتحكم فيه الروس والأمريكان. ولكن فكان كما ذكر طبعا نتذكر دائما معركة القادسية، كيف أن ربع بن عامر وهو أحد تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل إلى يزدجر قائد الفرس يدق بحرمته أو طبعا النمارقة يزدجر، فقال له يزدجر لماذا أتيتم في العرب وقد كان عهده بالعرب أنهم ناس هكذا يأتون لي طمعا في الكسائي أو في الطعام، فقالوا جئتم للكسائي فكسوناكم أم لطعام أو لجوع فأطعمناكم، فقالوا قال له يزدجر لم نأتي لذلك وإنما أتينا تلك الكلمات الخالدة التي هي ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، وطبعا غرسه بعد ذلك في أمته إلى يوم الدين. فقالوا جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. إن هذا الرجل الذي فعل الأفاعيل بالصحابة فغرس في هذا الأمر، حري بنا أن نحتفي به، وقد احتفى به الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد فذكره الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات على سبيل الإشادة. ولعلنا دائما نذكر قوله تعالى وإنك لأقوى وإنك لعلى خلق عظيم. يكفي شهادة الله سبحانه وتعالى لنبيه، فدونها شهادة لا نقبل أي شهادة أخرى، ولكن نذكر شهادات الآخرين للاستئناس. كيف أن زوجته عائشة رضي الله عنها وهي أقرب الناس إليه وأعرف الناس به، ليس هناك أعرف بالرجل من زوجته، وليس هناك أعرف بالمرأة من زوجها. فلما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إن هذا الرجل العظيم الذي هو في ذاته بشر، ولكنه نجد فيه كل صنف الحياة بقممها، فنجد فيه القائد الملهم والزوج الذي طبعا يحلو على عياله على زوجته وعلى أولاده، نجد طبعا قائد الجيش، نجد رئيس الدولة، نجد المواطن العادي البسيط الذي يسير في الشارع فيتعلق بلباسه الغلمان والصبيان. ولذلك فإذا كما ذكر السيد المدير إذا أردنا أن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكفينا المجلدات، وقد كتبت فيه المجلدات كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما قاله فقط وليس القرآن الكريم فقط الذي أنزل عليه، بل هو مواقف التي طبعا تركت العدو إن صح التعبير يحترمه قبل الصديق. فلعلكم تذكرون ذلك المؤرخ الأمريكي الذي درس التاريخ واستقرأه فأراد أن يذكر 100 شخص
شخصية أثرت في تاريخ البشرية وهو مسيحي، فلم يجد بدا من أن يضر ويضع على رأس القائمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فطبعا من نافذة القول ومن تحصيل الحاصل أن نقول لأبناء التلاميذ عليكم بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما دام أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أركان عقيدتنا أو من أركان الإيمان، فالإيمان أساسه معرفة، وأنت مطالب بأن تحب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لك أن تحبه إلا إذا عرفته. ونعرف صلى الله عليه وسلم أنك إذا عرفته من خلال الاطلاع على سيرته، وذلك أدنى شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فقط من خلال سيرته، يعرف من القرآن الكريم، يعرف من كلامه، فأدنى شيء أنك تقرأ سيرته، فأنت إن قرأت سيرته لا محالة تعلقت به، لا محالة تعلقت به، وإذا تعلقت به اتبعته هكذا اتباع المقاد الحبيب وليس المقاد هكذا عنوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض نفسه عليك فرضا. لأننا نذكر كثير من الأمثلة من السؤدد والشموخ الذي نراه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عدنا في أصعب وأحلب الظروف، وهو خارج إلى مطارد من بني قومه وهم ظالمون له، يتذكر أن هناك من ترك عنده أمانات وودائع، فيترك النبي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لكي يردها إلى أصحابه، وهم الذين تمالوا عليه وطردوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتذكر إلا الحقوق التي فرضها على الناس. ولذلك لو نأتي فنتكلم ونتكلم فإن النبي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، لأن من وفى حقه هو الله سبحانه وتعالى، ويكفي أن نقول أن الله سبحانه وتعالى أشاد به الكثير، بل ربط طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وأن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ختم هذه الآية قال وإن تطيعوه تهتدوا. يعني أقول للجميع لو أننا أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا سيرته وأحييناها، فهل نحن في هذا التيه وهذا الزيغ الذي نراه في حياتنا حتى وصلت الأمة إلى حالة يأس؟ ولكن لا نقبل أمتنا أن تيأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون في جهنم وبئس المهاد. طبعا قل للذين كفروا ستغلبون، لأن ستغلبون هذه مستمرة، طبعا مثل قوله تعالى، ولذلك هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والجرأة في قوله في الصدق بالحق والأمانة في التبليغ. الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا وغير متأكد من رسالته لما قالها، لأن هذه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مستمرة صحيحة، كلمة قليلة ستدفع إلى يوم الدين، حتى ما عرف الناس من العلوم والاكتشافات سواء تحت الأرض أو في السماء أو في الأرض فوق الأرض، فإن كلمة قليلة ستبقى صالحة إلى يوم الدين، كما قال أحد العلماء أحد المفلكين سير جيمس الفلكي الأنجليز، قال إن الجسد أكبر من قصة الوجود ما زال من الروح، رغم أن الإنسان قد سير المراكب والمسافر إلى الفضاء إلى الكواكب البعيدة جدا، ولكنه الشيء الذي يجهله أكبر بكثير ولا يتصور الشيء الذي هو يعرفه بما هو مجهول لديه. فهذا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو شخصية منسجمة انسجام كتاب الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول ولو كان عندي غير الله لوجد في اختلافا كثيرا. فمن بداية سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس لن تجد هناك تناقض أو ثأرة أو هو كذلك الشأن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو إذا كان هناك قرآن منطوق فإن هناك قرآن مشهود ممثلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أريد أن أطيل عليكم، فالكلمة الرئيسية لأخينا وشيخنا الأستاذ عبد الناصر مهية، ولكن أريد أن أشد على أيدي المنظمين وعلى رأسهم السيد المدير وعلى رأسهم السيد الأستاذ المسلمية وأيضا أعضاء هذه النادي، وأشد على أيديهم ونقول أن الأمة بخير. أنا بالأمس ما أخرج خارج الموضوع، بالأمس رأيت حشود التلاميذ تخرج
فبعضهم كنت جالسا مع احدهم قال لي لاجل نصرة فلسطين، فقال لي لماذا هذا؟ فاقول هذا، قلت هذا مؤشر ايجابي ان قضيه فلسطين نحن على قريب عهد بها فنتذكرها وممكن لا نشبه بها. فهذه رساله للاخرين بان الاجيال الصاعده التي هي انتم طبعا رجالها مستقبلا ما زالت تحمل هذا الهم، ولذلك في الامه بخير، ولذلك اشد على ايديكم واقول عليكم ان تحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا عرفتموه ولا تعرفوه الا بالعلم. ونحن امه ستنتصر بالعلم، تاكدوا اننا سننتصر بالعلم، وتاكدوا ان التتر كانوا اكثر همجيه ممن يعادوننا الان، ولكنهم ما لبثوا بعد سنوات وبعد عقود أن أسلمت تلك الأمم الجاهلة. لماذا؟ لأنهم وجدوا عندنا ما هو أعظم من قوتهم المبنية على السلاح، وهو نعمة العلم ونعمة الحق التي هي تملكها الأمة الإسلامية، تملكها الأمة الإسلامية، لأن الإسلام فقط هو الذي يجيب على الأسئلة التي تحير البشرية سواء أفرادا أو جماعات، سواء أسئلة كلية أو أسئلة فيه. ولذلك أشد على أيدي أبنائي وأقول لكم عليكم بالاستزادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعيد أشكر من دعونا لهذه الجلسة الطيبة ونلتقي بهذه الجلسة الطيبة. السلام عليكم.